انظر، في البداية جاء اللطف والقوة في السلام والسلام، وجاء أسلمه، استلم منه وأسلمه، أي إما أخذ منه بما ينبغي أو أسلمه، أي خذله، أي أعرض عنه في وقت لا ينبغي أن يعرض فيه عنه. وقال هنا والسلم بفتحتين، سلم فتحة على السين وعلى اللام، أي السلف، أي الشيء المقدم الذي يبدأ مباشرة. وقال أيضا السلم أو السلم، السلالم هي الأشياء أو الشيء الذي يرتقى به إلى الأعلى، سلم وسلم وسلم، وجمعها سلالم. اربط بينها وبين الذي مضى، تتضح لنا صورة عجيبة لها صلة بقوله عز وجل أم لهم سلم يستمعون فيه، لما خاطب الذين يدعون ما ليس بحق من الكفار، أم لهم سلم يستمعون فيه. وقال سبحانه وتعالى أو سلما في السماء، أي يا من تدعون الربوبية والألوهية لغيري وتشركون بي وتكذبون بأنبيائي، من أين جئتم ومعاداتكم للحق، من أين جئتم بها؟ هل أخذتم نبأ صادقا أو كان لكم ارتقاء إلى الأعلى؟ من المعاني المتنوعة التي ربما تشتت نوعا ما ذهن المستمع الآن فيها، تعالوا بنا نجمعها لنعيش صلتنا باسمه الملك السلام. من المعاني هذه المتنوعة عرفنا أن السلام هو المبرأ، وأن من معنى السلام يؤخذ الأمان، وأن من معنى السلام يؤخذ الحفظ، وأن من معنى السلام التسليم، أي الاستسلام، وهو شيء راقي إذا توجه إلى الله، وشيء سيء إذا توجه إلى النفس، إذا استسلم الإنسان لشهوات نفسه وما تطلب، أو استسلم لأعدائه وما يدلونه عليه من الشر. الاستسلام لله يورث النفس الأمان، ويورث الرفقة في الصلة بالخلق ومنه الاستلام، ويورث أداء الأمانة، سلم الشيء أي أعطاه إياه، ويورث الحفظ من أن يسلم الإنسان إلى نفسه فيخذل من الخذلان، ويورث أيضا القوة ومنها السلام وهو الحجر القوي. وهنا ندخل بعد هذا التنوع في الصلة باسمه السلام إلى المقصود، ونحن في آخر هذا المجلس الذي هو فقرة من هذه الحلقة، عندما نعلم أن هذا هو ربنا وأن هذه هي صلتنا به وبخلقه، نتلقى من الملك السلام عز وجل شؤونا، أولها الهداية، له اسم وهو الهادي سيأتي، لكن الله عز وجل خاطب الذين يطلبون الهداية في الوجود بخطاب قال فيه يهدي به الله من اتبعه سبل السلام، أي أن الله يهدي بهذا القرآن بهذه الدلالة الذين يتبعون رضوان الله تعالى سبل السلام، الطريق الصحيح الذي فيه الأمان. نحن نطلب الهداية، نطلب الهداية بأن نسير في رضوانه في طاعته، فتكون الثمرة أن يدلنا على سبل السلام. يقول الحق سبحانه وتعالى وهو يعطينا نور الأمان والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الأمان في الدنيا. دار السلام في الدنيا قلب المؤمن الذي عاش معنى الأمان مع الله سبحانه وتعالى، عاش معنى الطمأنينة والرضا واليقين بما جاءه من الله. ودار السلام في الدنيا عند المؤمن هي الحياة التي يعيشها ونظرته إلى الخلق إرادة الخير لهم. ودار السلام في الآخرة اسم من أسماء الجنة التي نشتاق إليها، لهم دار السلام عند ربهم ادخلوها بسلام آمنين. وإذا دخل الناس من المؤمنين إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، جاءهم من الله نداء، هذا النداء أوله له صلة باسم الله السلام، هذا النداء سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم. ولهذا أيضا يأتينا ذوق رحمته في تجلي اسمه السلام عندما يقول لأهل الجنة سلام قولا، سلام قولا من رب الرحيم.
إذا أردنا أن نعيش معنى السلام من الله فنحن بحاجة أن نلجأ إليه بالسلام، ولجوءنا إليه بالسلام يبدأ من مكان واحد فيه وفيكم. لا أذكر فيما أتذكر من القرآن أن ما يصدر منا إلى الله تعالى فيما يتعلق باسمه السلام ذكر شيئا غير هذا الشيء الوحيد. هذا الشيء هو المكان الذي ينظر الله إليه منك، وهو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله ذكر نبيا هو أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم صاحب الحنيفية السمحاء، ولما ذكره ذكر أنه طلب من الله طلبا ضمن دعائه. هذا الطلب قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا لما وصف الله إبراهيم ومدحه قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هو طلب من الله أن يأتي بقلب سليم، فبشر الله أن إبراهيم جاء بقلب سليم. الشيء الذي نلتجئ به إلى اسم الله السلام، الشيء الذي نقابل به اسم الله السلام، أن نطلب القلوب السليمة التي لا تحمل الغلة ولا الحسد ولا الحقدة ولا الكبرياء. الذي يتصل باسم الله السلام ليعيش بهذا الاسم معنى يحبهم ويحبونه، هو الذي يحرص على أن يكون صاحب قلب سليم. صاحب القلب السليم له حالة مع الناس، لأن البعض يقول: أنا قلبي سليم، ما عندي شيء، أنا قلبي نظيف، بس فلان هذا سيء، فلان هذا سيء، فلان هذا مجرم، فلان هذا هو نيته ما هي طيبة، أنا قلبي طيب أبيض، جيت لهم تمام، بس هم. لكن هم دائما ما نسمع في كلامنا مع بعضنا البعض أن نلقي باللائمة على غيرنا ونبرئ أنفسنا، وما أبرئ نفسي. لكن اسمع، القلب السليم فيما بينه وبين الله هو الذي إذا عامل الخلق ظهرت آثار سلامته في معاملته مع الخلق. فيما بقي من الوقت أسرد لكم سريعا ما نحتاج إليه لنحس ونشعر ونذوق ونرتقي في صفة أصحاب القلوب السليمة. أولا، نشر السلام فيما بيننا بالتحية. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما في جنة إلا بعد إيمان. طيب إيمان كيف يحصل؟ قال بالمحبة. بدون محبة بينكم البين لا إيمان، وبالتالي لا جنة. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يا رسول الله، مشاكل تحصل بين الناس وهموم وخلافات والدنيا قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا لقي أحدكم الآخر أول ما يلقاه يذكر يحبهم ويحبونه اسم الله السلام: السلام عليكم. وعليكم السلام. الذي يتعمد أن يأخذ وجهه بعيدا عنك أو كأنه ما رآك حتى لا يبدأه بالسلام، اذهب أنت وابدأه بالسلام: السلام عليكم. هناك شيء تستطيع أن تعيش بهذا المعنى مع الناس عندما تعيش مع نفسك. جاء في السنة أنك إذا دخلت إلى بيت لا يوجد فيه أحد فابتدأ وسلم على نفسك في البيت. ولهذا جاء: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم من عند الله تحية مباركة طيبة. إذا دخلت إلى بيت ابدأ ألقي السلام. طيب يا رب ما حد موجود، سلم على نفسك: السلام علينا من الله تحية مباركة طيبة. إذا دخلنا إلى بيت لنعيش أن صلتنا بكل حركة ندخل أو نخرج صلتنا مرتبطة بهذا المعنى. ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام، وفي قراءة السلمة: لست مؤمنا. جي واحد: السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش؟ قل: أنت طيب، هذا ما تعرف إيش هو، هذا فعل وترك، أو هذا مذهبه، أو هذا توجهه، أو هذا طريقته، أو هذا عمله، أو هذا فعل معي كذا وكذا. قلنا: هذا منافق يقول السلام عليكم ويريد أشياء ثانية. يقول: اسمع، لا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا.
لأن هذا يدل على مرض في القلب، أن القلب ليس بسليم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا جاءت فرصة لمعنى السلم الذي لا يخل بدين والذي لا يخل بمروءة فادخلوا في هذا السلم. قال عز وجل في موقف يصعب فيه على الإنسان أن يتذكر حبه لربه السلام، وهو الموقف الذي يحصل فيه الإساءة من غيرك إليك. يأتي شخص يجهل عليك، يعني يسيء إليك، يظلمك بكلمة، يسبك، يشتمك، قال تريد أن تعيش مع هؤلاء القوم الذين يعيشون الصلة بالله السلام؟ الله وصفهم قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأخيرا موقف قاله الله عز وجل لسيدنا محمد، موقف حصل للنبي فخاطبه الله بهذا المعنى فيه. الكفار مرة من المرات أكثروا الجدل على رسول الله وأظهروا التعنت، كل ما طلبوا شيء أعطاهم، كل ما طلبوا شيء أظهر لهم، أرادوا آية شق لهم القمر فانقسم نصفين أمام أعينهم، ومع ذلك يعني أصروا على العداوة. فشكى النبي إلى ربه فحكى الله هذه الشكوى ووجه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. الحبيب صلى الله عليه وسلم تألم منهم، قال يا رب هؤلاء لا يؤمنون، فجاء التوجيه من الله عز وجل فاصفح عنهم، سامحهم. طيب وبعدين؟ وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا ما نختم به هذا المجلس. الذين شددوا على رسول الله العداوة وأظهروا التعنت وأظهروا الإساءة، ليس فقط في شخصه، نحن نغضب إذا أسيء إلى أشخاصنا، أظهروا الإساءة إلى دعوته، إلى دينه، إلى أصحابه. قال الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، أي أن القوة التي تريد أن أنصرك بها وأؤيدك بها من ها هنا تبدأ. وقل سلام فسوف يعلمون، إذا عشت معهم هذا المعنى فسوف يعلمون وسوف يرتقون وسوف يتهيئون. وكانت النتيجة والثمرة أنه جاء اليوم الذي وقف فيه هؤلاء العتاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متأطئ الرؤوس، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم، إن تقتل فقد أسأنا، هل اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان دخولهم إلى الإسلام وبقي في نفوسهم شيء، فجاء فتح الطائف فصار يعطي الواحد منهم 100 من الإبل والمئتين من الإبل سلام، عالج المرض الذي في قلوبهم. فصار هؤلاء عكرمة رضي الله تعالى عنه الشهيد، وصار من هؤلاء صفوان بن أمية، صار من هؤلاء وأسلم قبل الفتح مباشرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وصار من هؤلاء عمرو بن العاص فاتح مصر، وصار أعظم الذين دافعوا عن هذا الدين، عظم الذين دافعوا عن هذا الدين هم الذين كانوا بالأمس أهل الإساءة، وهو تجلي بسم الله عز وجل السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن تقول فيهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.